السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم من خلاله إزاي نجمع مكونات الهاردوير الخاصة بجهاز الكمبيوتر داخل الكيسة بتاعت الكمبيوتر، يعني هنتعلم إزاي نركب المعالج أو البروسيسور في المذر بورد، وهنتعلم إزاي نركب الرامات، وهنتعلم إزاي نوصل الهارد ومشغل أقراص الدي في دي، وهنتعلم إزاي نوصل جاكات اليو اس بي الأمامية والسماعات والمايكروفون الأمامي ولمبة البيان بتاعت الكيسة وزرار الأون والأوف أو زرار الباور بتاع الكيسة، طبعا بالإضافة إن احنا هنشرح المذر بورد بشيء من التفصيل. هنشرح المكونات بتاعتها، الكروت اللي بتكون فيها، منافذ الإدخال ومنافذ الإخراج بتاعتها. تعالوا بينا نشوف في الفيديو اللي معانا النهاردة هنعمل كده ازاي. الجهاز اللي هنشرح عليه وهنجمع مكونات الهاردوير بتاعته هو جهاز ديل موديل أوبتيبليكس 3010. الأول بنفتح الغطاء بتاع الكيسة، هو معصلك معايا معلش، وده شكل الكيسة من جوه. دي جاك مروحة تبريد، وده جاك خاص بالسماعة الداخلية بتاعت الكيسة. دي السماعة الداخلية، طبعا مش كل كيسة بيبقى موجود فيها سماعة داخلية، فمش شرط يعني الكيسة اللي تكون معاك يكون فيها سماعة. دول جاكين خاصين بمنافذ اليو اس بي الأمامية، الاتنين زي بعض بالظبط، وده جاك الخاص بالسماعة والميكروفون الأمامي، وده جاك زرار الباور ولمبة البيان بتاعت الكيسة. وهي دي المذر بورد اللي هنركبها في الكيسة، ما بتختلفش كتير عن اي مذر بورد، كله تقريبا واحد. دي الكروت او المنافذ اللي جايه بلت ان معاها، بيجي معاها منافذ يو اس بي ايا كان عددها، دي فيها 6، كارت شبكة المسؤول عن الانترنت والشبكة الداخلية، منفذ اتش دي ام اي لتوصيل الشاشات اللي بتشتغل ب اتش دي ام اي، منفذ فيجا لتوصيل الشاشات اللي بتشتغل بمنفذ الفيجا، كارت صوت في 3 منافذ، ميكروفون وسماعات خارجية وتسجيل. ده المكان اللي بيتركب فيه البروسيسور، ودول الاتنين سلوت دول اللي بيتحط فيهم الرام. طبعا في مذر بوردات بتشيل اكتر من 2 رام. ده المنفذ بتاع الباور سبلاي، وده الجزء الثاني من كابل الباور سبلاي. الباور سبلاي بيبقى فيه كابلين، واحد 4 بن والتاني منفذ 24 بن، وده المنفذ او اللي بيتوصل فيه مروحة التبريد. السلوت ده اللي بيتركب فيه، او سلوت اسمه بي سي اي اكسبريس اللي بتوصل فيه لو عايز توصل كارت فيجا خارجي. ودي البطارية المسؤولة عن حفظ اعدادات الوقت والتاريخ، ومسؤولة برضو عن حفظ اعدادات الروم بتاع المذر بورد او اللي بنقول عليها البيوس
إعدادات البيوس، ودي سماعة المذر بورد، ودي مسؤولة عن إعطاء تنبيهات في حالة حدوث أي خطأ في جهاز الكمبيوتر، زي الصوت اللي بنسمعه بتاع الرامة، صوت البيب بتاع الرامة. وده الجي بي يو أو المسرع بتاع المذر بورد. هتلاقي فوق رابط لمقالة أنا عاملها للفرق ما بين السي بي يو والجي بي يو والإي بي يو لو حابب تطلع عليها. ودي البنات اللي بيتوصل فيها جاك المنفذ الأمامي لكارت الصوت اللي موجود في الكيسة، ودول البنات اللي بيتركب فيه أو اللي بيتركب فيهم جاك المنفذ الأمامي لليو اس بي اللي موجودة في الكيسة برضو، ودول 4 منافذ لتوصيل كابل الساتا أو كابلات الساتا اللي بتتوصل بالهارد أو بقارئ أقراص الدي في دي، ودول البنات اللي بتركب فيهم الجاك بتاع السماعة الخارجية للكيسة، ودول البنات اللي بتركب فيهم الجاك الخاص بلمبة أو لمبات البيان بتاعة الكيسة. اللمبات ديت عبارة عن مترقمين 1 2 3 4. لما بيحصل مشكلة هاردوير في الكيسة بتبعت لك كود، يعني في عدد من اللمبات بينور، وبناء على العدد دوت انت بتعرف او بتشوف المشكلة الهاردوير اللي في الكيسة ايه. طيب علشان نركب المذر بورد جوه الكيسة هي ليها عدلة معينة، لازم يكون الاتجاه دوت يعني في نفس اتجاه الشكل ده، بحيث ان كل كارت بيبات او بيدخل في المكان بتاعه. زي ما انتوا شايفين تمام، هي كده اتحطت او المذر بورد اتحطت في الاتجاه المظبوط بتاعها، وكل كارت او كل منفذ من منافذها دخل في مكانه مظبوط. هنجيب المسامير والمفك علشان نثبت المذر بورد في جسم الكيسة. طبعا الحاجات دي قياسية، يعني المذر بورد الفتحات بتاعة المسامير مظبوطة على جسم الكيسة. تمام، بعد ما ثبتنا المذر بورد جوه جسم الكيسة هنركب البروسيسور بتاعنا في المذر بورد. البروسيسور بيكون ليه اتجاه برضه لتركيبه، مش بيركب في اي اتجاه وخلاص. لاحظ ان في تجويفين من في البروسيسور، هتلاقي نفس الـ البروز دوت او التجويف دوت او المكان اللي هيبات فيه البروسيسور، هتلاقي برضك مكانه موجود في المذر بورد. راعي ان انت تحط البروسيسور في نفس الاتجاه، يعني انت المفروض لو حطيته في اي اتجاه تاني البروسيسور مش هيبقى ثابت، لكن في اتجاهه الصحيح هيكون ثابت. بعد كده هتقفل الغطاء بتاعه بدراع الأمان ديت، هتضغط عليها كده. احنا ركبنا
البروسيسور بتاعنا في المذر بورد. هنجيب المشتت او مروحة التبريد، ديت ملهاش مكان، يعني ملهاش تركيب قياس، يعني ممكن تركبها في اي اتجاه، بس راعي ان انت تخلي الجاك قريب من السوكت بتاع اللي هديله كهرباء عشان يشتغل، عشان المروحة تشتغل. فالأفضل إن أنت تركبها، تخلي الجاك من فوق، هتحط كل رجل من المسامير في الفتحة بتاعته، و بالمفك نبدأ نربط المسامير دي. وهنركب الجاك بتاع المروحة في السوكت بتاعها في المذر بورد. طبعا كل سوكت وكل جاك بيبقى عدد البنات بتاعه متطابق، يعني مش هتطلع، يعني ومفيش تكرار، يعني مفيش سوكت شبه سوكت التاني، يعني كل حاجة ليها حاجة بتاعتها بس. وهنركب برضو السوكت بتاع المروحة الجانبية للكيسة، ده تبريد إضافي للكيسة، برضو هتلاقي السوكت بتاعها على عدد البنات بتاع الجاك بالظبط. بعد كده هنركب الرامة في السوكت بتاعها أو السلوت بتاعها في المذر بورد. هتلاحظ إن الرامة فيها فتحة، راعي وانت بتركبها في السلوت تكون الفتحة في نفس الاتجاه بتاع السلوت، يعني الاتجاه دوت كده لتركيب الرامة غلط، الرامة مش هتركب كويس، لازم تكون في الاتجاه الصحيح بتاعها. هتفتح الدراعين وهتدخل الرامة في المجرى بتاعة السلوت، وبعد كده هتضغط من الطرفين بحيث ان الدراع يقفل على الرامة كويس، وهتسمع صوت تكة وهي بتقفل كده، انت بتتأكد ان الرامة اتركبت بشكل مظبوط. السلوت التاني لو انت عاوز طبعا تزود حجم الرامات. بعد كده هنركب الهارد الساتا بتاعنا. طبعا معظم الهاردات دلوقتي في السوق هي هاردات ساتا، الهاردات الداتا اظن خلاص انقرضت، مش موجودة إلا في الأجهزة القديمة بس. في الأجهزة الأوريجينال بيجيبوا زي جراب أو راك للهارد، بيكون قياس الهاردات يعني متماشي مع جميع الهاردات، في 4 بنات من 2 من كل جنب، بيدخلوا داخل جوه الفتحات اللي من الأجناب برضو اللي في موجودة في الهارد. بتركب البنات في الفتحات، وبتمسك وبتدخل الراك دوت في المجرى بتاعته. طبعا الأجهزة التجميع طبعا بيكون ليه اتجاه برضو، لو حطيته في الاتجاه الغلط مش هيشتغل، مش هيتركب. الاتجاه الصح بتاعه هتنزله وهيتسمع صوت التكة بتاعت القفل. طبعا الأجهزة التجميع ما فيهاش الراك دوت، انت بتثبت الهارد بمسمار. بعد كده هنركب الباور سبلاي او مزود الطاقة، برضو بيكون ليه اتجاه قياسي، في الغالب بتكون الكتابة البيانات بتاعة الباور سبلاي بتكون من بره.
لو انت حطيته في اي اتجاه تاني هتلاقي ان عدلة المسامير التثبيت مش مظبوطة، فلما تركبه في الاتجاه القياسي بتاعه هتلاقي فتحات المسامير مظبوطة. وبنبدأ في تثبيت الباور سبلاي بالمسامير بتاعته، هما 4 مسامير. وبنوصل هنبدأ نوصل في الجاكات، هنوصل زي ما قلنا جاك اليو اس بي. لاحظ برضو ان ليه اتجاه قياسي قياسي، كده ركبنا جاك اليو اس بي وجاك الصوت الامامي. بعد كده بنركب جاك السماعة الداخلية. وهنركب الجاك بتاع زرار الباور. بعد كده هنركب الجاك بتاع الباور سبلاي في السوكت بتاعه، ليه برضو اتجاه قياسي. هتلاحظ ان فيه زي لسان. وبتضغط لحد ما تسمع صوت تكة اللسان ده او القفل. والجزء التاني من جاك الباور سبلاي بندخله برضك في السوكت بتاعه لاتجاه قياسي برضو. طبعا مشغل اقراص الدي في دي اعتقد ان هو بقى ملوش استخدام زي الاول، بس تركيبه برضو. طبعا هو مش بتركبش من
في الكيس الاوريجينال ما بتركبش من هنا، بتركب من قدام. بنفك الوش بتاع الكيسة، هتلاحظ ان في 3 ألسنة ترفعهم لفوق، 4 ألسنة ترفعهم لفوق، وبنشيل الوش بتاع الكيسة. بنركب مشغل أقراص الدي في دي، وبعد كده بنرجع الوش بتاع الكيسة مرة تانية. هتلاقي فيه زي 4 ألسنة برضو، أو 4 مفاصل بيباتوا في 4 فتحات من ناحية اليمين الكيسة، وبعد كده تضغط كابس على الناحية الشمال علشان ال4 ألسنة يباتوا تاني في مكانهم. وبكده نكون ركبنا وش الكيسة مرة تانية. دي كابلات الباور اللي خارجة من الباور سبلاي، بنوصل واحد لمحرك الأقراص، طبعا لها اتجاه قياسي. هتلاقي اللسان بتاع الكابل عامل زي حرف L، فلازم يكون متماشي مع السوكت بتاع محرك الأقراص والسوكت بتاع الهارد. بعد كده بنجيب كابلات الساتا، وطبعا ليها برضو اتجاه قياسي حرف L برضو. بتركبها في السوكت بتاعها في المذر بورد. طبعا السوكيتات ديت مترتبة من 0 1 2 3. فلو انت عندك اكتر من هارد راعي ترتيبهم، علشان لو انت حاطط على كل هارد مثلا ويندوز، حسب الترتيب الويندوز بتاع الهارد هيقوم. يعني انت لو حاطط ويندوز 7 على هارد 2، وحاطط ويندوز اكس بي او 10 على هارد 3، والترتيب بتاعهم مختلف على حسب الترتيب، الويندوز هيقوم. كده احنا انتهينا من تجميع كل مكونات الهاردوير جوه الكيسة. بنقفل الغطاء بتاعها
في نهاية الفيديو أتمنى أني أكون ضفت معلومة جديدة ليكم. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هقدم لكم نصايح إزاي تقدر تختار أفضل لابتوب مناسب لاحتياجاتك، بحيث أن أنت ما تشتريش لابتوب يكون أعلى من إمكانياتك وأغلى، أو يكون أقل من إمكانياتك وتفرح بأن السعر بتاعه رخيص. فاستنوني في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هقدم لكم نصايح مهمة تقدروا من خلالها تحددوا اللابتوب اللي يكون مناسب لاحتياجاتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.